مساء الخير او صباح الخير على الجميع. عندنا سلطه صينيه، عندنا شعريه ديال الشينوا بعد ما خوينا عليها الماء طايب في الزقات صفيناها. عندنا الخس للزينه، عندنا كرومب مقطع رقيق، عندنا الصوجة، عندنا المايس، علبة المايس، وإلا عندكم كاوكاو أو فول صويا كيمشي مع الشلاضة ممتازة تجي، أو اللوز ولا القرقاع ولا اللي عندكم. عندنا جزرة مبروشة أو محكوكة، عندنا هنا فلفل رومي وفلفل أحمر، وهذا عندنا زيت سمسم أو زيت جلجلان اللي كيتوفر عليه يديرو، اللي ما عندوش يكتفي غير بجلجلان. عندنا هنايا معلقة ديال الجلجلان، الخل الأبيض، عندنا خس شرائح، تونة، فلفل أسود، ملح، بصلة مفرومة، عندنا زيت كما شفتوا معنا زيت السمسم، وعندنا فلفل أسود وبزار، عندنا المايونيز ضروري خص تكون المايونيز. وبالنسبه لي انا راه درتها من البارح، عندي جاهزه هاد الشعريه. نتوما ديروها طريه، خليوها نشفوها وديروها في الشلاضه، راه كتجي ممتازه. الشلاضه كتجي بنينه غير بوحديتها. عندكم الدجاج ديرو، عندكم الحوت بغيتو ديروها بالكروفيت ديروها، بغيتو باي حوت عندكم بغيتو ديرو بيه ديرو بيه الشلاضه، هادي كتجي ممتازه. درنا هنا الشعرية، ومن بعد الجزر، ومن بعد المايس او الذرة، وعندنا الكرومب. وقلت لكم كاوكاو كتجي ممتازه بالكاوكاو، يكون محمر كتجي هاد الشلاضه دي رائعه. وبالنسبه اللي ما تيتوفرش على هاد السوجه ما يديرهاش، انا غير اول مره تندير، انا عاده ما تنديرهاش، ودرتها بالتون بالطون. واللي بغى يدير اي حوت قلت لكم ممكن، حتى بالدجاج مسلوق ممكن. عندنا بصله بيضة هنا مفرومه، فلفل اسود وملح او ابزار، وغنديروا هاد نص فلفله خضراء وحمراء، غنديروا السمسم، جوجلان، كما سبق قلت لكم ممكن ديروها بالدجاج مسلوق، ممكن ديروها باي حاجه عندكم. هنا راه انا خلطت لوز وقرقاع واي حاجه عندكم ديروها، راه كتجي بالكاوكاو قلت لكم تجي رائعه. وبالنسبه انا درت المايونيز ما بان، هذا زيت السمسم اللي عنده يديرو، ما عندوش يديرو زيت عاديه، وخل ابيض ملعقه كبيره، وعندنا انا جوج معالقه ديال المايونيز، ولا خصتكم انا عطيتكم وانتم زيدوا المقادير نتوما على حسب المكونات اللي عندكم. كتحركوا مزيان وكتذوقوا تشوفوا واش ناقصها شي حاجه، واش تزيدوها شي حاجه. هنا بعد ما طقتها ممكن ديروا لها لافوكا بنينه جات. وهنايا بعد ما خلصنا الصحن، نتوما قدموا كيف ما بغيتوا، راه كتجي هاد الشلاضه واعره، سيرتو في الصيف ممكن ديروها في واحد الجبانه ديال الثلج، وكتحطوها في الوسط ديال داك الجبانه ديال الثلج، كتنكل بارده، كتكون فريش هاد الشلاضه. صحن من الثلج، هاد الشلاضه سبيسيال ديال الصحن، كتقدم في الصحن كله ثلج. قلت لكم بالنسبه في الصيف كديروا واحد الصحن مملوء بالماء، وكديروا فوق من وتديروا في وسط منه صحن اخر هاد الشلاضه ديال الثلج. ان شاء الله في الصيف نوريكم كيفاش كنصوبوا الصحن ديال الثلج اللي كتكون فيه هاد الشلاضه، كتكون بارده، كتقدم في الصحن ديال الثلج، كتكون كتقدم بارده، وكتقدم بطبيعة الحال في الشتوى في الصيف. ممكن تقدموها مع المشاوي بوحديتها، يعني كوجبة في العشاء ولا وجبة في الغداء، بالنسبة كتكون خفيفة وصحية.
الوليدات الصغار والكبار بصحة وراحة. وبالنسبة نتشاركوا معكم الوصفات اللي عندنا، ما تنبخلوش عليكم بها، كنتمنوا تعجبكم، ولا عجبتكم اي وصفة ما تنساوش ديروا اشتراك واللايك وتخلوا لنا تعليق على اي حاجة. ومرحبا بالجميع الجديد والقديم في القناة، وشكرا للجميع بالصحة والراحة.